بكرة إن شاء الله الثلاث فريق الأهلي هيبدأ التجمع في النادي الساعة 9:30 الصبح. التدريب قصدي هيتمرن الساعة 9:30 صباحا، ثم يبدأ الاستعداد للسفر الساعة 1 الظهر للتوجه للمطار. الساعة 3 العصر تطير الطائرة بإذن الله تعالى إلى كازابلانكا. البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بيتسو موسيماني هيختار كل اللعيبة المتاحين بما فيهم محمود كهربا. كهربا المصاب مقرر يسافر مع البعثة إن شاء الله لتجهيزه، إذا كان هيلحق إن شاء الله يلحق، ما يلحقش هيبقى موجود في أجواء الفريق. أول يوم للوصول بكرة الثلاث إن شاء الله الفريق هياخد راحة في المغرب، ثم يتمرن الأربع والخميس والجمعة استعدادا لمباراة السبت اللي هتبقى الساعة 9 مساء، الأهلي والوداد البيضاوي المغربي. شفتوا امبارح الرجاء البيضاوي احتفل ببطولة الدوري بفرق نقطة واحدة على يعني لغاية الدقيقة اللي قبل الأخيرة، الدوري رايح للوداد. جاب جول الدقيقة 88، الدقيقة 87 الرجاء بطل 88 الوداد بطل 91 الرجاء بطل. كانت قمة الإثارة الحقيقة في البطولة المغربية اللي كشفت عن فعلا مستويات متقدمة وندية واضحة جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة النهارده حتى والفريق واخد اجازه بيشرف على ترتيب كل اوضاع البعثه عشان يروح الفريق في كل استعداداته الاداريه والطبيه وكافه ما يلزم.